ما هو تفسير الآية؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، لأن من الناس من أنكر حد الرجم بهذه الآية، وطبعا ده فهم مقلوب بتاع الشعبيين. شعبيين فرقة منحرفة تابعة للفكر بتاع الترابي، وعملوا مناظرة قبل أيام مع واحد لا يختلف كثيرا مع الفكر بتاع الشعبيين، اتفق معهم في كثير من النقاط، ككلام عن الصحابة رضي الله عنهم. تكلم أبو بكر عبد الرازق واحد من المناظرين قبل فترة عن الصحابة، وقال قال الحركة الإسلامية، يعني بقى الجماعة بتاعنا الناس دي، المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، قال الحركة الإسلامية نجحت فيما فشل فيه الصحابة. قال لأنه قال الحركة الإسلامية اختلفوا جناح الترابي براو وجناح المؤتمر الوطني براو، قال ولم يقتتلوا، ولكن الصحابة اختلفوا واقتتلوا، فقال نجحت حركة الإسلامية وفشل الصحابة في المسألة دي. والكلام ده من أعظم الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق معهم في هذه الجزية الزول اللي بيناظر فيهم. أنا ما أعرف بتناظروا على شنو ذاتهم، أنت متفق في نقطة زي دي وعامل فيها برد عليهم، في النهاية طلع إنه ذاته متفق معهم. المهم ده ما يهمنا كله، الذي يهم الآن الكلام على الآية وإنكار حد الرجم. شوف، إنكار حد الرجم كحكم في الشريعة الإسلامية كفر، أنت ما عندك حق تنكر حد الرجم، وليس لك الحق في أن تعدل حد الرجم. أنت بتعدله بمزاجك، ذري يقول لك لا حد الرجم دار غيره نبقيه حد ثاني القتل من غير رجم. يا أخوان، الحد من الأحكام، ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الرعد والله يحكم لا معقب لحكمه، يعني ربنا حكم حكم ما في ذنب يجب عقب على الله ثاني. وقال تعالى في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في خيار، ربنا حكم خلاص انتهى الموضوع. بعدين حد الرجم ثابت بالقرآن، الآية التي نسخت نصا وبقيت حكما، وفي السنة ثابت في صحيحي البخاري ومسلم، فهمت كلامي؟ وبإجماع الأمة. لكن انت عارف المشكلة كلها وين؟ انه المناظر العامل فيها بيدافع عن حد الرجم محمد مصطفى، في النهاية فشل في إدارة المناظرة، لأنه الشعبي اللي بينكر حد الرجم هو بينكر السنة كلها، وذاك شاب كوليك أخرج البخاري وأخرج الترمذي، هو ده لكن ما بينفع معه تقول أخرج البخاري، لأنه ما مقتنع بالبخاري، ما مقتنع بالسنة كلها. هو مش تقول البخاري، هو قال لك أثناء المناظرة بتاعته قال ما ممكن الله ينسى حكم، ويجي قال يخلي قال للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يجي يجيب لنا فيه حديث. تخيل معي زول إذا كان وصل إلى هذه الدرجة من الاعتراض على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تجي تقول لو أنت أخرج البخاري، ده تناقش في السنة ككل، كل السنة كمصدر من مصادر التشريع تناقش فيها في الأول، لو أقر بها بعد ذاك حد الرجم ده سهل، ما فيه كلام كثير، ما حديث واحد، حديث جابر ابن عبد الله واحد بس حديث، إنه رجل من أسلم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أقر على نفسه بالزنا وقد أحصن يعني متزوج، طوالي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فرجم، انتهى الموضوع، حديث واحد. لكن لمن يتفق معاك إنه في سنة، لمن يتفق، ما اتفق معاك أوعى تقول لي لا أنا بناقشك في حد الرجم. تناقشه كيف وتناقشه ليه؟ لأنه إنكار للسنة، ودي مسألة لابد تفهم، إنكار للسنة أعظم بكثير من إنكار لحد الرجم. لكن كيف أنا جاك وتناقشت ذول يا إخواننا في مناظرة ذول منكر السنة، أنا جا ناقشه حد الرجم ثابت ما ثابت، عذاب القبر ثابت ما ثابت، لا أناقشه أولا في سنة ولا ما في، لأنه لو ما في سنة معناه ما في قرآن ذاته، ودي معلومة لابد تفهمها، ما في سنة إذا ما في قرآن، لأنه أنت كده أنكرت جزء من القرآن، ومن أنكر جزءا من القرآن فقد كفر بجميع القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. ربنا قال أولئك هم الكافرون حقا. أول ما تقول لي لا ده أنا مقتنع به، لكن الحتة دي بالله الحتة دي بس الآية الصغيرة دي بس أنا ما مقتنع بها، لكن القرآن الباقي كله والله 114 سورة أنا مقتنع بهم كلهم، بس في آية واحدة يقول لك صغيرة كده دي أنا ما بتنفع معي والباقي ده بينفع معي. شوف دي الواحدة دي ما نافعة معك معناه كله ما نافع معك. نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. العلماء قالوا الآية القرآنية اللي بتثبت السنة قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب ربنا نزل للنبي صلى الله عليه وسلم شيئين، واحد منهن بيبين به والثاني، أنت مركز معاي في الآية؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. نزل له حاجتين، الأولى بيبين بها الثانية. أها طيب سؤال لأي شعبي، أي شعبي كلهم، الأولى شنو والثانية شنو في الآية؟ آية في سورة النحل. إذا قلت لي والله الآية ذاتها أنا ما شايلها معي، ما شايلها إلا روح، تبقى كافر، شوف شغلتك. إذن يا أخواننا ما في نقاش، أنا ما بناقش زول، وما إما يجي يبدأ لك الكلام تخيل معي، إما يبدأ الكلام يقول لك الديني آية من القرآن أثبتت حد الرجم، ليه السنة مالها؟ أو تقول الديني آية من القرآن برا، القرآن بديك له، لكن السنة مالها؟ أديك من السنة، ما مقتنع بالسنة ما بناقشك في حد الرجم، شنو عامل لك برنامج كبير ومناظرة وقاعد واحد بهناك محكر فهمت؟ وماذا تقول؟ وحد الرجم أنت ما عندك موضوع ولا شنو؟ عندنا إثبات السنة أعظم من إثبات حد الرجم، لأنه حد الرجم جزئية من جزئيات السنة. بعد ذلك يبقى مفهوم الآية ده فيه ما غلط، أنت عارف فيه ما غلط ليه؟ لأنه الآية ورد فيها لفظ المحصنات، أنت ركز معي عشان تفهمه صح، ورد فيها لفظ المحصنات، ولفظ المحصنات ورد في أول الآية بمعنى وفي آخر الآية بمعنى آخر، وده يا أخواننا ثابت في اللغة العربية. أعرف انت دار تفسر القرآن وتفهمه لابد تفهمه من خلال لغة العرب ومن خلال تفسير السلف، غير كده ما بتفهم صح. طيب ربنا قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. طيب المحصنات هنا معناها شنو؟ تخيل معي ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. المحصنة هنا ما معناها المزوجة، انت افهم المعلومة دي، ما معناها المزوجة هنا، معناها العفيفة، العفيفة الحرة، لكن ما معناها شنو لأنه المزوجة ينكحها كيف يا أخواننا؟ انت بتعرس لك مرة مزوجة؟ يعني تمشي تطلب لك مرة معرسة براجلة؟ لا. إذن يبقى معنى المحصنة هنا كما قال القرطبي، المعنى هنا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمن تبت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف فإذا أحصن. طيب يلا بعد الكلام انتهى عن الأولى، جل جانب آخر وهو جانب الأمة الإماء، فمما ملكت أيمانكم دل الإماء. طيب الإماء دل ربنا قال فإذا أحصن، أحصن هنا الإحصان في الحتة دي بيختلف عن الإحصان الفوق، المحصنة فوق ديك العفيفة ما معنى المزوجة، هنا فإذا أحصن معناه فإذا تزوجنا، اختلف معنى الإحصان، فإذا تزوجنا فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني الأمة، الأمة المملوكة يعني إذا تزوجت وبعد ذاك زنت وهي متزوجة، قال فعليهن نصف ما على المحصنات، المحصنات المشار لها قبل ديك. وطيب المحصنات دي قلنا المتزوجة ولا ما متزوجة؟
ما متزوجة، عقوبتها شنو ما متزوجة؟ عقوبتها الجلد 100 جلدة زي ما جاء في سورة النور 100 جلدة، كويس؟ طيب نصف 100 كم؟ 50. الشعب البليد فيهم من الآية المحصنات الأولى ديك، أنا داري أشرحها لك بتفصيل عشان تفهمها. المحصنات الأولى فيهم منها المرأة المتزوجة، والمتزوجة معروف عقوبة الرجم. لما جاء في تحديد في الآية ربنا قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، قال أيوة نص الجبال يعني، والجبال الرجم، والرجم ما بيتقسم على 2، قال إذا رجمي ما في. شوف البليد بليد انت، الجبال ما رجمي هو ذاته، الجبال جلد جلد 100 جلدة. عشان كده لما قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني نص 150 جلدة للأمة. يقول لا انت حرة ولا أمة؟ مملوكة يعني ولا حرة؟ حرة 100 جلدة. أهايتي مملوكة 50 جلدة. ده البرنامج كده، وما في مقال لا لا معناه رجم ما في، في رجم يا بليد. قالوا آية النور، آية سورة النور منسوخة، قال منسوخة شنو؟ لا منسوخة ولا أي حاجة، فهمت؟ قالوا الحد بتاع أو الآية ناسخة، قالوا حد الرجم جاء أول ونسخ بآية سورة النور، ما نسخ لأنه حد الرجم كان بعد سورة النور بسنوات، بعدها بزمن، بعدين عمر بن الخطاب في زمنه، هذا زمن عمر الخطاب في نسخ كمان تاني، النسخ ده ما انتهى زمان، زمان النبي صلى الله عليه وسلم تاني ما في نص. قال أخشى إن طال على الناس زمان، معقول يكون التراب أعلى من عمر الخطاب يا ناس يا أمة محمد؟ معقول؟ والقرضاوي ومين شلة بتاعت أخوان مسلمين. عمر الخطاب رضي الله عنه قال أخشى إن طال بالناس زمان أن يدعي مدعٍ أنه لا يجد الرجم في كتاب الله، قال والله لقد قرأنا الآية في كتاب الله ووعيناها وعملنا بها ورجم رسول الله ورجمنا. كله ده حصل. اي واحد بليد يقول لك لا الآية محصنات هناك، لا لا محصنات الأولى معناها براو والثانية معناها براو، وده في اللغة العربية ده من فنون البيان والبلاغة في لغة العرب، إنه الكلمة تأتي بمعنى وفي نفس الآية أو السياق تأتي بمعنى آخر، كما قال تعالى في سورة الروم، قال تعالى ويوم تقوم الساعة. الساعة هنا معناها شنو؟ القيامة صح؟ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة الثانية معناها شنو؟ زي المعنى الأول؟ لا لا، الساعة الأولى معناها القيامة، الساعة الثانية معناها الساعة الزمنية. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ده في اللغة العربية بسموه جناس تام من فنون البلاغة. ما في، لكن انت بليد، انت قريت بلاغة؟ هو الآيات الدارسة اللي الشعبي كلها قرأ غلط. ما أقول ده بيعرف بيان وبلاغة؟ المرة فات في الحلقة قلت لهم الفن ده من فنون البلاغة، الفنانين بيعرفوا. شوفوا ساي واحد فنان قال أنا دمعي جاري وسببي جاري، يا ريت يعلم بالبي جاري، ده الثلاثة جاري. أي واحدة بمعنى برا ولا ما برا؟ دمعي جاري يعني جرى، سببي جاري جنبي بيجاي، ها؟ يا ريت يعلم بالبي جاري يعني بالحاصل علي. إذا إلا يشرحها له كده حتى نفهم البليد ذاك. على أي حال كلمة المحصنات في الآية فوق بتعني المرأة العفيفة ما المتزوجة، والتعد فإذا أحصنا يعني فإذا تزوجنا، وده من ساعة اللغة العربية الكلمة الواحدة يكون عندها أكثر من معنى، وكل معنى من المعاني تكون في قرينة تدل على أن المعنى المراد كذا وهنا المعنى المراد كذا، ودي من بلاغة القرآن ومن فصاحة اللغة العربية. لكن ده اللي بعرف لك بيان يا أخي، ده بيقرأ في الآيات لخاها كلها، الفاعل بقى ومفعول به ده في القرآن، ها؟ قالنا والسارق قال والسارق والزانية قال الزان والزانية، ده استفاهم حاجة؟ الزاني أول حاجة والزانية، وده غلط، ده تغير القرآن؟ ربنا قال الزانية، والتقديم والتأخير ده عنده حكمة ولا ما عنده؟ مش راجع التفسير، عنده حكمة كونه يقول الزانية في الأول لأنه هي سبب الزنا،
لبس الضيق ضيق كده وجات ماشي عامله لها حاجات بوماسك في وشها فهمتها ومنطط عيوناتها. ما هي السبب؟ هي السبب. فكده ربنا قال الزانية أول حاجة بعدين والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فيها ضمتين. أمشي أرجع المصحف ولا شعبي أفتح المصحف كده أدي لي فوش ولا عين هني فيها شنو ضمتين فوق رأفة في دين الله. قال لا تأخذكم بهما رأفة. زول ما عارف الفاعل من المفعول به جاي يفتي في الدين. رأفة هو الفاعل وينه؟ لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فده زول جاهل والمعاوذات ما قادر يحرر أي معلومة. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.